من العديد من قناه الفن التشكيلي والموسيقى والمسرح والنقد من كل الاجيال، وعلى راسها طبعا سيده المسرح العربي السيده سميحه ايوب. وهذه اللجنه هتكون منوط بيها وضع الاستراتيجيه العامه كمان للبيت الفني المسرح، وتغيير الرؤيه البصريه لكافه العناصر اللي موجوده، ومش بس، وتغيير طريقه الانتاج نفسها بحكم ان فيها مجموعه حضراتكم هتلتقوا بالمجموعه المتاحه منهم حاليا، علشان المجموعه دي تغير طريقه الشغل بتاعتنا. يعني طريقه العمل في الواقع كانت لا تليق بالعصر اللي احنا موجودين فيه، وكانت طريقه بطيئه، واعتقد ان احنا انا علينا ان نغير من طريقه العمل عشان تليق بالمنتج العظيم اللي كان بيتعمل خلال الفترات اللي فاتت، لكنه كان لا يلقى رواجا ولا يلقى متابعه، لانه احنا محتاجين اللي بنعمله كل الناس تبقى عارفه ان هو موجود. وبالتالي انشات هذه اللجنه العليا علشان تضع الاستراتيجيه بتاعه البيت الفني للمسرح واجبة التنفيذ، وليست لجنة استشارية، لأن كل اللجان اللي كانت بتتعمل كانت لجان استشارية في الواقع، وما كانش رأيها بيتنفذ في الواقع. ثم شكلت لجنة للقراءة جديدة، ولجنة القراءة الجديدة اختلفت فيها الوضع عن كل لجان القراءة السابقة، حيث صار لديها صلاحية إنها أساساً تقول إن هذا العرض لا يليق أن يقدم داخل هذا المسرح. مش ممكن يقدم عرض كلاسيكي بملابسه الكلاسيكية بالشكل الفلاني في مسرح للشباب، وأعتقد إنه من حقهم إن هم يناقشوا فكرة تحويل هذه العروض من مسرح إلى آخر بحيث تتسق مع هوية كل مسرح، وما يبقاش فيه الخليط الغريب اللي كان بيتقدم. حد بيعمل عرض موسيقي وهو لا يجب أن يقدم عرض موسيقي، وحد بيعمل عرض كلاسيكي وهو لا يجب أن يقدم عرض كلاسيكي، وحد بيقدم عرض طليعي وهو لا يجب أن يقدم. أنا الأوان أن ننظم البيت علشان يليق بالفنانين العظام اللي موجودين جواه. وهو مثلا أعلنوا خلال دلوقتي بحضور معالي الوزيرة، اللجنة العليا هتتفضل معانا، ولجنة القراءة هتتفضل معانا. وآخر حاجة عايز أقولها هو إن أنا أول ما جيت كلفتني معالي الوزيرة بالطفل المصري جنب ال وكده، ثم قلت في مشروع عاوزين نعمله. احنا نحيا بقالنا سنوات على اوبريت الليله الكبيره، ومن اعظم الاوبريتات اللي اتعملت، وعندنا تصور انه المكان اللي كان بيجمع الفنانين الكبار والملحنين الكبار وكده لن تتكرر، لان هم مش هيهتموا بالصيغه.